نينا عندها 30 سنة، مخطوبة وبتشتغل مدرسة في حضانة تملكها هي وخطيبها. بقالها 3 أسابيع في أجازة، وأول ما رجعت جهزت كل حاجة علشان تكون لوحدها مع الولاد. في اليوم ده استأذنت ولية أمر إنها تحتفل بعيد ميلاد بنتها. عيد ميلاد البنت بالصدفة في نفس يوم ميلادها. قالت لها إنها حضرت كل حاجة، بس لو ممكن السواق بتاعها ينقل لها الحلويات لهنا. طبعا ولية الأمر ما اعترضتش خالص، بالعكس شكرتها. روهيت خطيب نينا، الاتنين بيحبوا بعض وعلاقتهم كويسة جدا، عايز يحتفل بعيد ميلادها، لكن نينا مش بتحب تحتفل باليوم ده، حتى ما بتحبش تتكلم عنه، لكن هو أصر وقال لها لو مرة واحدة نحتفل مع بعض بيه. نينا بقت مع الولاد لوحدها وقعدتهم علشان يتفرجوا على الكرتون. بعد كده اتصلت بالشرطة، قالت لهم ان هي مدرسة في الحضانة واحتجزت 16 طفل وعندها طلبات من الدولة لازم ينفذوها. فعلا هي قررت انها تخطف الأطفال، لكن طبعا ما خلتش الأطفال يحسوا بأي حاجة، القلق والخوف كان جواها هي بس. وصل لعندها سواق الطفلة وكان جايب الحلويات للعيد ميلاد زي ما اتفقت مع مامتها. دخلته لجوه ولما شاف المسدس معاها حاول يهرب، لكن هي قبضت عليه وكتفته في اوضه بعيد عن الاولاد. ما فاتش ثواني والمساعده بتاعتها في الحضانه نسيت تليفونها، ولما قررت انها ترجع علشان تاخده اكتشفت وجود السواق المربوط جوه. نينا هددتها هي كمان واتربطت جنب السواق، وطبعا برضه لسه حريصه ان الاطفال ما يعرفوش اي حاجه باللي بتحصل حواليهم. وصلت الشرطه، في الاول افتكروا ان بلاغ كاذب، لكن هي كانت حريصه تضرب نار في الهواء علشان يتاكدوا ان هي فعلا خاطفه الاطفال. كلمت الشرطية كاثرين وقالت لها انها عايزة الشخص اللي يتواصل معاها يكون الضابط جاويد. قالت لها كمان قدامك ساعة علشان تجيبيه لهنا. وصل فعلا الضابط جاويد، لكن ما كانش فاهم ليه هو بالذات هي طلبته. نينا ظهرت على صفحتها الشخصية اعلنت انها خطفت 16 طفل وعدتهم كل ما ينفذوا طلب هتفرج عن طفل. قالت لهم كمان لو حاجة اترفضت هقتل طفل طفل. الخبر انتشر جدا بين اولياء الامور والاعلام، ولما روهيت خطيبها عرف كان في حالة صدمة مش مصدق اللي هي بتعمله. نينا كانت واحدة تانية خالص مع الأطفال، مبتسمة في وشهم وحريصة جدا على راحتهم، لكن لما بتبعد عنهم بيرجع الحزن والألم جواها من جديد. كانت أول مكالمة بينها وبين الضابط جاويد، سألها ليه أنا بالذات؟ قالت له لأن أنت مشهور ومعروف عنك إن أنت بتاخد القواضي الناجحة بس. طلبت منه أول طلب ليها إن هما يقبضوا على 2، واحد اسمه ركيش والتاني شاران، والاتنين كانوا شغالين سواقين في مدرسة ثانوي. قالت له لو طلبها هتنفذ هتخرج أول طفل من 16، وطبعا كانت حريصة انها تصور فيديوهات للأطفال علشان تجبرهم ان هم يتحركوا بسرعة. الضابطة كاثرين ما كانتش عاجبها ان هم يستجيبوا ليها، قررت تهجم على المكان وتقبض عليها. نينا اكتشفت ان هم بيحاولوا يهجموا على المكان، في الوقت ده طلعت فيديو مباشر على صفحتها وقتلت اول طفل. الكل كان في حالة صدمة، ازاي تقتل طفل بالوحشية دي؟ وطبعا مامته وبابا انهاروا، ومش هم وبس، كل اولياء الامور بقوا في حالة رعب اكتر. وبعد كده اعلنت طلبها التاني عايزة تكلم رئيسة الوزراء. جاود عرفوا ان هم قبضوا على واحد من اللي طلبتهم والتاني بيحاولوا يلاقوه لكن مش موجود. طلب منها تدلهم فرصة علشان يقبضوا عليه، وهي في المقابل خرجت بنت من الاطفال. الاعلام اتهمها بالجنون، قتل الطفل وفي نفس الوقت طلعت طفلة تانية. رئيسة الوزراء عرفت انها حاطة شرط تتكلم معاها، كل المساعدين بتوعها قالوا لها ما ينفعش تتكلمي مع ارهابية، لو استجبتي لطلبها اي حد هيطلع بعد كده ويكرر اللي هي عملته. جاويد قعد مع خطيبها روهيت، وفعلا هو ما يعرفش اي حاجة عن اللي بتعمله خطيبته. بعد دقايق بسيطة قررت رئيسة الوزراء تكلمها في التليفون، كانت عايزة ما يتعرضش اي طفل تاني للأذى. في المكالمة نينا شكرتها انها استجابت ليها، لكن كان ليها طلب تاني عايزة تقابلها بنفسها وتتكلم معاها. طبعا طلبها ده كان صعب جدا يتنفذ، ومساعدين رئيسة الوزراء اخدوا قرارهم برفض الطلب. ولما عرفت نينا ان هم رفضوا طلبها طلعت بفيديو جديد صورت فيه الطفل والسواق والمساعدة بتاعتها، وعملت تصويت على صفحتها ان هم يختاروا الشخص اللي تقتلوا فيهم هم التلاتة. رئيسة الوزراء مش مصدقة ازاي ياخدوا قرار من غير ما يرجعوا لها، ولما سألت المساعدين قالوا لها ان هي بتتعامل بعاطفة والمواقف دي ما ينفعش فيها كده، لكن هي هجمتهم قالت لهم علشان انا ست تتهموني ان انا عاطفيه، شايفين ما ينفعش اخد قرار بنفسي من غير مشورتكم. في الوقت ده قررت تقابلها بنفسها علشان تنهي على اللي بيحصل. الشرطه عرفت ان نينا كانت بتاخد ادويه للاكتئاب من وهي عندها 16 سنه. طبعا الاعلام كله اتهمها بالجنون واللي بتعمله ده طبيعي، قالوا ان هي مش قادره تسيطر على نفسها وكل الاطفال اللي معاها بقوا في خطر. راحوا اخدوا مامتها علشان يضغطوا عليها اكتر. في الوقت ده جوه الحضانة حاول السواق يهرب، وكانت محاولته سبب اصابته في رجليه. نينا عملت فيديو قالت لهم ان انتوا صوتوا على ان
انه هو اللي اتقتل. ولما عرف نتيجة تصويت الجمهور طبعا ما عجبهوش وحاول يهرب، وكانت دي النتيجة. بعد كده جه وقت الاحتفال بعيد ميلاد الطفلة، وهي بتحتفل مع الاطفال افتكرت اصعب يوم في حياتها لما كان عندها 16 سنة. احتفلت مع اصحابها باخر احتفال ليها في عيد الميلاد. الضابط جاود جاب مامتها فعلا واتصدم لما فكرته بنفسها، قالت له انا الام اللي من 14 سنة كنت بجيلك كل يوم وبعيط على بنتي، وكان سؤالي الوحيد ليك لقيته اللي اغتصب بنتي، لكن انت اهملت في القضية، واهمالك ده كان سبب في قهرة جوزي وموته، ومن اليوم ده بنتي ضاعت فعلا وضاعت طفولتها. جاود افتكر الحادثة وكانت كاسرين معاه وقتها، كان حزين جدا، قال لها ان الوقت ده احنا اخترنا نهتم بقضية تانية كانت هتنجحنا، وطبعا اهتمامنا ده كان على حساب قضيتها. قال لها كمان اللي بيحصل جوه دلوقتي انا السبب فيه لاني ما خدتش ليها حقها. وصلت رئيسة الوزراء، لكن قبل ما تدخل عرفها الضابط باللي حصل للنينة، ولما سمعت كانت في صدمة، قالت له يعني ضحية جديدة من ضحايا اهمال النظام. اتكلمت معاها في التليفون وقالت لها انها متعاطفة معاها واللي حصل لها، لكن الاطفال ملهمش ذنب. قالت لها كمان صعب اثق فيكي بعد ما قتلتي طفل قدامنا كلنا. نينة فتحت الباب وطلعت الطفل، وكل عرف انها ما قتلتهوش، الطفل كان بيلعب معاها لعبة وهي صورته على انها حقيقة. بعد كده رجعت المكالمة تاني وسألتها انت كده وثقتي فيا؟ رئيسة الوزراء قررت فعلا تدخل، لكن كان معاها جاود. ولما دخلوا كانت نينة مجهزة التصوير وكل الأطفال في أمان في أوضة تانية، ما كانش موجود معاها غير السواق في نفس الأوضة. طلبت من رئيسة الوزراء تعمل قانون لإعدام المغتصب، قالت لها أنت عارفة في الساعة الواحدة بيتم اغتصاب كم بنت ومفيش واحدة فيهم بيرجع لها حقها. قالت لها عارفة الألم اللي عايشه أبويا وأنا عشته، وكل ما بص في عيون خطيبي وأقول لو عرف أكيد هيسيبني. رئيسة الوزراء قالت لها إن الموضوع مش سهل ومش بإيدي، لكن نينة قالت لها إن أنا درست القانون وعارفة إن أنت تقدري تطرحي الفكرة على البرلمان. رئيسة الوزراء اعتذرت ليها على اللي حصل معاها، لكن الأطفال ملهمش ذنب. نينة قالت لها إن إحنا في مجتمع بيسد ودانه ما بيسمعش غير لما تصرخي جنب ودنه، تصرخي علشان يركز معاكي، والصرخة هنا كانت الأطفال أكتر شيء حيلفت نظر الكل. لكن طبعا أكدت ليها إن الأطفال كلهم في أمان ومفيش واحد فيهم اتأذى بأي شكل من الأشكال. وكانت المفاجأة لرئيسة الوزراء وللضابط لما قالت لهم إن أنتوا قبضتوا على شخص واحد بس والتاني مش قادرين تقبضوا عليه، عارفين السبب إيه؟ إن هو موجود وراكم دلوقتي، ده الشخص التاني اللي اغتصبني وغير اسمه علشان محدش يقبض عليه، وبعد السنين دي كلها لقيته داخل عليا الحضانة وفي إيده بنت من بنات الحضانة بيشتغل سواق عند مامتها. قالت لهم في اللحظة دي أنا اتجمدت مكاني، مش مصدقة مجرم زي ده قريب من البنت، كل اللي جه في بالي إن هو ممكن يعمل فيها زي ما عمل معايا. جاود ورئيسة الوزراء مش مصدقين بس كانوا متعاطفين معاها جدا. المجرم أخد السلاح من الضابط وحاول يقتلها، لكن جاود معروف إن سلاحه على طول فاضي. نينة كانت عكسه، سلاحها كان جاهز، بصت في عينيه وضربته بالنار. في الوقت ده دخلت الشرطة وقبضت عليها، وهي خارجة وقف خطيبها قدامها وحياها، والأطفال كانوا بيودعوها. جاود كذب وقال إن سلاحه كان جاهز علشان كده هي حمت نفسها وضربت نار على المجرم، وبكده الحكم هيكون مخفف عليها. رئيسة الوزراء وقفت في البرلمان بس ما وقفتش بمنصبها، وقفت كأنها ست، كأنها أم وأخت وبنت، وناقشت قانون إعدام المغتصب. نينة اتحبست وبعد 6 شهور كانت بتدرس للسيدات الموجودين جوه السجن. بعد ما فوقت البلاد على خميس مش متعودين عليه، عرفتهم إن في سيدات بتعاني من الظلم بعد ما اتاخد منها شرفها بمنتهى القسوة، حالات الاغتصاب والتحرش موجودة وساعات بيكون في إهمال في القبض على المجرم، والغريبة إن بعض الناس بتشيل الضحية حمل فوق حملها، يقولوا شوفوا كانت لابسة إيه، كانت ماشية إزاي، هي السبب، ولو ما خرجتش من بيتها ما كانش حصل فيها كده. هنفضل لغاية إمتى نتهم المظلوم ونبرأ الظالم؟ لغاية إمتى ما يكونش كلنا مجتمعين على كلمة واحدة ضد الظلم، ضد الإنسانية؟ الظالم اللي اغتصب براءة وراحة بال وإنسانية واحدة هو الوحيد المجرم، المغتصب هو الوحيد المجرم، المتحرش هو الوحيد المجرم. نتمنى يكون في قانون من الدولة ينهي على كل واحد ظالم، بس كمان لازم يكون في قانون جوه كل واحد فينا، قانون جوانا يعرف ان البنت اتظلمت والمتحرش والمغتصب هو الظالم،